هنا الصبح يجي يقول انا عايز فيزا، عايز فلوس، عايز فيزا، عايز فلوس، وراح مكسر في العربيه. العربيه دي بتاعت مين بقى؟ العربيه دي بتاعت موظفين ال كان بيصلي. والله كان زي الفل ومفيش اي مشاكل. فقير بس عايش، بيشتغل كل يوم وبياكل نفسه وبيشرب نفسه وبيروح برضه يراعي عمه. اتاخر في الايجار فصاحبها كرشه. ساعتها هو نايم في الشارع هنا. نايم فين؟ تعالى معايا بقى شوف المكان اللي هناك. طبعا عايزين نقول لحضراتكم ان الفيديو الخاص بتهشيم العربيه او تهشيم العربيات، يعني كانوا 12 عربيه ملاكي خاصين بالموظفين عصام بحسب شهود العيان. هو قاعد في المكان ده طبعا على بعد خطوات قليله من الشركه. هنا هو ده المكان. دي هدومه ودي حاجته. هدومه وحاجته. شبشبه يعني الحاجه دي بتاعته هو. فطبعا يعني في ولاد حلال هنا اللي بيقف معاه بلقمه، اللي بيقف معاه بسجاير بشاي، يدي له حاجه لله من ساعه ما هو وقع الوقعه. تمام. فبقاله احنا 3 ايام ولا 4 ايام ما بنجيش الموقف عشان كل سنه وانت طيب رمضان. فتقريبا ممكن يكون بقى ايه مع ننزل تحت. اتفضل. اتخانق بقى، لكن لو احنا كنا موجودين احنا ممكن كنا سيطرنا على الوضع ده. طب الناس اول لما شافت المنظر ده يعني عملت ايه؟ يعني اول لما شافوا عربياتهم متكسره كده، هم طبعا عارفين عصام. هم ما كانوش موجودين لان هم بيبقوا جوه السنترال. تمام. الناس اللي ماشيه في الشارع هم اللي شايفينه. طبعا برضو الناس مش خايفين، ماسك طوف في ايده وعمال يحدف على بيقول له بس ما تكسرش، وبيحدف في العربيه واخدها صف بقى كده عمال يكسر فيها واحده واحده. هو يعني يعتبر كسر كام عربيه تقريبا؟ 10 عربيات. وبعد ما كسرهم عادي طبيعي مفيش مشاكل، طب بعض وماشي عادي كده، جت الحكومه كده. تمام. طيب نروح بقى لظروف عصام. يعني انت تقول لي عصام كان شغال معاكم هنا في الموقف، هو متجوز ولا مش متجوز؟ هو كان عايش. متجوز بس المعيشه ضغطت والدنيا غليت زي ما حضرتك عارف. تمام. فمراته سابت له الايه؟ البيت. هم بيبقوا جوه السنترال. تمام. الناس اللي ماشيه في الشارع هم اللي شايفينه. طبعا برضو الناس مش خايفين، ماسك طوف في ايده وعمال يحدف على بيقول له بس ما تكسرش، وبيحدف في العربيه واخدها صف بقى كده عمال يكسر فيها واحده واحده.